أنا ملاحظ بأنه أكو خلافات وآراء كثيرة حول متى ينتهي عقد BTS. منهم بيقولوا بسنة 2037، ومنهم بيقولوا بسنة 2026، ومنهم بيقولوا بأنه تم تجديده لمدى الحياة. هو تأمين صحي لو شنو؟ لذا أنا اليوم وللمرة المليون رح أذكركم بأنه في 17 أكتوبر لعام 2020 جددوا BTS عقدهم لمدة 7 سنوات، وهيك أصلا مدة العقود، يعني رح ينتهي عقدهم بسنة 2026. فهمت يلي راسك مربع وجاي تقوليلي اسكتي ولا كلمة هسا افقعك كف ألزقك بالحيط؟ ففعلا هذا أكبر دليل موجود على جوجل، ومكتوب بأنه BTS جددوا عقدهم لعام 2026. وهم بعد موقع بيلبورد، حتى أن موقع نيفر الإخباري أكدوا الخبر على حساباتهم، وحتى موقع فوربس اتكلموا عن الموضوع.